السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها المشاهدين الكرام. عام جديد ورمضان جديد، وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بألف خير. اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أنزل علينا بركاتك، اللهم اجعل هذا رمضان رمضان سلام ومحبة على كل العالم جميعا إن شاء الله. اللهم أزرع في قلوبنا كل الحب وكل السلام وكل التعايش. اللهم اجعل في قلوبنا حب الإنسانية وحب كل شيء يمت بصلة إلى الخير. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين. رمضان السلام عليكم. يهل علينا بعد يوم أو يومين إن شاء الله بإذنه تعالى. أعددنا هذه الحلقة لكي نجعل إن شاء الله هبوب نسائم رحمانية طيبة عبر مرشدنا الرائع والمبدع الأستاذ محمد عدنان الحامدي. طبعا حلقتنا اليوم حلقة حلوة، راح تكون متنوعة بين التعريف، تعريف الإنشاد، وأيضا هناك ابتهالات دينية سوف يطربنا بها الأستاذ عدنان محمد عدنان الحامدي. عنوان الحلقة هي الابتهالات روحانيات رمضانية من الزمن الجميل، طبعا مع المنشد الأستاذ محمد عدنان الحامدي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد عدنان الحامدي مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة إن شاء الله في برنامج أدبيات اللاجئ على قناة إيغام تي في التركية. حياكم الله أستاذ هائل، مرحبا بكم وبكل العاملين بهذه المحطة الإعلامية اليوتيوبية التلفزيونية. طبعا كل الشكر لك أستاذ هائل على الاستضافة، وأيضا كل الشكر للعاملين. مرة أخرى حياكم الله ورمضان مبارك. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الصائمين والقائمين، وارزقنا الخير كما ذكرت للإنسانية جمعاء ولنا نحن ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمين، اللهم آمين يا رب. أستاذ عدنان، قبل أن نبدأ بالحلقة أود أن تقدم للمشاهدين شخصيتك، يعني نبدأ عن شخصيتك الكريمة إن شاء الله. من هو الأستاذ محمد عدنان الحامدي؟ تفضل. الله يبارك بك، أشكرك أستاذي. طبعا أنا العبد الفقير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى محمد عدنان الحامدي، طبعا من بيئة دينية وأسرة دينية، والدي عالم وكان مفتي وكان مدير أوقاف رحمة الله عليه. درست أدب عربي ودرست دراسات أخرى، يعني تحصيل خاص، معلم ممارس التعليم في المدارس السورية المؤقتة وفي تركيا. طبعا كنت بفضل الله سبحانه وتعالى كنت يعني في حدود محيطي الذي أعيش به، كانت لدي فرقة إنشاد ديني، وكنا يعني نمدح النبي عليه الصلاة والسلام ونمدح من يستحق المدح، يعني من الأنبياء والأولياء والصالحين أيضا. نعم. يعني كان لدينا نشاط دعوي أيضا فترة من الزمن. نعم. مع التعليم كنت إمام وخطيب مسجد أيضا في منطقة القامشلي، ما شاء الله. والآن في إزمير أيضا ممارس التعليم، أنت تعرف هذا. وأيضا بفضل جهود أمثالك أستاذ هائل، يعني نحن عدنا إلى الماضي الجميل والزمن الجميل، ونقول أيضا نحن الآن أيضا نعيش جمال نسبي ربما لا ندركه، ربما في الأيام القادمة نتذكر ونتحسر على هذه الأيام التي نحن نعيش فيها، فعندما يمضي الزمن يبدو جميلا. صحيح صحيح. وإن شاء الله، وإن شاء حتى نكسر هذه القاعدة، نقول إن شاء الله والقادم أجمل إن شاء الله. هذا الذي نحن نتمناه ونتأمله من الله سبحانه وتعالى، أن نعود إلى جذورنا وأصالتنا وإلى مسرانا الأساسي الذي أتينا منه، والنور الهدى إن شاء الله.
لهذا الابتهالات الدينية هي جزء لا يتجزأ من كيان المسلم، من كيان الإنسان الذي محاط بهالة رحمانية، صح التعبير. بدي نعم. منك أستاذ عدنان أنه مشان المشاهدين يعرفوا بس تعريف شو هو الابتهال الديني، من أين نشأ، كيف تكون، من بدأ به، هل هو مرتبط بالنوطة الموسيقية، بالبحور، بكل يعني بكل شيء يتعلق بأمور كما يقال بأن هناك مثلا إيقاعات الرصد، و كما يقول يعني في إيقاعات موسيقية، هل هو يخضع لهذا؟ تفضل أستاذ. طبعا الحياة الإنسان يعيش فيها بشيء من الجدية في العمل، فالعمل متعب مهما كان هذا العمل حتى لو كان دائر. فبعد العمل يحتاج الإنسان إلى الترفيه، فالترفيه نوعان، يعني ترفيه محرم وترفيه مشروع حلال. المسلم أيضا يمارس العبادات، الصلاة والصوم والحج، لكن بنفس الوقت أيضا روحه تشتاق إلى أن تسافر وإلى أن تجنح في الخيال قليلا، فلا بد من الابتهالات لكي تتغذى الروح بشيء من الترفيه، فهذا هو الترفيه الحلال. لذلك أتصور أن الابتهالات نشأت قديما، يعني ليست حديثة، وهي أيضا خاضعة للموسيقى، خاضعة للمقامات الموسيقية حصرا، وكبار المنشدين هم ربما عالمين بالموسيقى يعني تماما، يعني بالمقامات. أنا بالنسبة لي كنت عندما أنشد أحيانا ألتقي بموسيقي يقول لي أنت كنت تقرأ في المقام هذا وانتقلت نقلة طيبة إلى المقام الثاني، أنا لا أعرف أنني انتقلت في المقامات. لذلك الإنشاد بتصوري هو سماع، يعني نحن نخضع للمقام الموسيقي سماعيا ولا ندري أننا نحن في المقام البيات أو النهاوند أو الراس أو الحجاز. لذلك حصرا أن المقامات تخضع، لأن الابتهالات تخضع للمقامات، والعليم والعارف بالمقامات الموسيقية أكيد ناجح في الإنشاد الديني. نعم نعم، لأنه بيعطي المعنى بشكل كبير جدا حسب المقامات، يعني حسب أنا يعني أحيانا ممكن يخضع نشيد واحد أو إنشاد واحد أو ابتهال واحد إلى عدة إيقاعات أو إلى عدة مقامات. نعم، هناك انتقالات لطيفة بين المقامات. نعم، هذا الانتقال لا يدركه، ربما بالذوق السليم الإنسان ينتقل بشكل طبيعي، لكن لا يمكن لأي منشد ما لم يكن متمكن سماعيا أو علميا بالمقامات سيشكل هذا نشاز للسامع. السامع يعني أي سامع سيفهم تماما أن هذا المنشد قد نشز، يعني لم يكن خاضع أبدا للنطق، يعني خرج عن النص كما يقال، خرج عن النص يعني تمام، خرج عن النص أبدا. وحتى الذي لا يفهم في المقامات يحس تماما بانه هناك خلل يعني في الانشاء. نعم نعم نعم، بالفعل انا يعني انا من 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 المتابعين للابتهالات والاناشيد الدينيه بشكل كبير جدا جدا، يعني لهذا انا لدي اذن يعني تعنى بالموسيقى وبالمقامات الموسيقيه، ولكن الابتهال الديني والانشاد الديني هو روحاني بحت صراحه. يعني عندما اسمع الابتهال الديني والانشاد الديني ليس تأتي الرعشة فقط في جسدي، وإنما هناك شيء يقفز بي إلى الأعلى، إلى المجد، إلى 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 التأمل، إلى كل شيء. يا ترى الابتهالات والأناشيد طبعا هو أكيد منبعث من جهات من نصوص شعرية، لابد أكيد من نصوص شعرية بحتة تماما، ولكن هذا الارتقاء وهذه الجمالية وهذه الروحانية كيف للمنشد أن يقدمها أو يقدمها أيضا للجمهور بطريقته أسلوبه؟ والله أستاذ هائل، يعني عندما كنت أقرأ 1000 نص
في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المواعظ أيضا. يعني مثلا عندما تكون هناك تعازي، لو في تعازي مثلا نختار أجمل الأبيات، في كثير نصوص وأشعار لكن ما كنت أنتقيها، دائما كنت أنتقي النص الذي يلامس إحساسي وأستذوقه وأتفرس في بلاغته ومعناه، ثم أتبناه حتى يتشكل جزء من شخصيتي. فلما كنت أنشد هذا النص أو هذا الشعر أو هذه الأبيات أو هذه الابتهالات، كنت أحيانا أنا أبكي. يعني فأحد المشايخ الذين كانوا يحبونني يعني كان يقول: والله الشيخ عدنان عندما ينشد أنا قلبي يرق، لأنه ينشد من قلبه. فأتصور أن الابتهالات الروحانية، يعني الأكثر روحانية، هي الأكثر صدقا، هي الأكثر يعني تبني لهذا المعنى. وجدانيا تخرج من الوجدان، بالضبط، تماما، يعني وجدانيا تماما. فعندما أنا يعني أتبنى أو أستمتع أو أتذوق أو أظن أن هذا النص يلامس شغاف قلبي، أتصور أنه سيلامس شغاف قلوب الناس. فالمنشد يعني ميزانه دقيق، يعني كميزان الذهب، يعني لا يستطيع التأثير ما لم يكن مخلصا صادقا. ولا ندعي الإخلاص والصدق، لكن نقول للناس جميعا يعني الصدق والإخلاص هو المعيار، صحيح، لكي تكون حاضرا في المجلس وحاضرا في الذوق العام في النشيد. صحيح. الله يعطيك العافية سعدان، هذا الإيضاح يعني والتوضيح بالنسبة للمشاهد، نقاط يجب أن يفهمها المشاهد لكي يعرف قبل أن ننطلق إحنا بحلقتنا اليوم، وبأن تسمعنا الآن شيئا ما يجعلنا نقفز إلى الأعالي. نحن نحتاج إلى الروحانيات ونحتاج إلى هذا الوقت الذي نحن قدم علينا إن شاء الله قريبا، رمضان كريم على الجميع. تفضل. الله يسلمك. طبعا أنا بدي أسمعك من الزمن الجميل. يا ريت سعدنان تعود بين السنون أو السنين إلى الوراء لكي نسمع من الزمن الجميل الذي هو أيضا تراثنا وأصالتنا. أبيكم يا أهل الرعاة أو سر شوامكم الله. هذه القصيدة لي. يحوم حول من انتمى لكم أذى. هذه مسجلة من الزمن الجميل. وأنتم سادتكم حاشا يرد من انتمى لجنابكم يا أهل الطاعة حاشا يرد من انتمى لجنابكم يا أهل الطاعة أو جسر شوامتكم لكم السيادة من ألست بربكم ولكم نطاق العزدار هالتم بابا للنبي سواكم من غيركم من ذي الورى ريحانته فالزم رحابا ضم صدق محمد ما أمه راح وعيقا فالزم رحابا ضم
صدق محمد ما أمه راج وعيد قد حاجته يا كرام الحمى حسبنا عليكم نحن يا عترة الرسول ضعاف أنجدونا والخوف طم علينا والذي أما بابكم لا يخاف والذي أما بابكم لا يخاف أنجدونا والخوف يا غوث الصريخ يا غوث الصريخ ومن إذا نادى ملهوف حبا وقد كفى أدعوك مضطرا بجاه محمد روح الوجود الهاشمي المصطفى أوصل حبال قطيعتي باللطف واجبر كسر قلبي العدو قد اكتفى يا رب فالعدو قد اشتفى واصبح على داء الدواء تكرما يا من إلى أيه أحسن بالشفاء اللهم شفاء ما شاء الله آمين يا رب آمين يا رب آمين هذه من الزمن الجميل ما شاء الله رمضان هذا في بصوتك هذا 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 الإرشاد بصوتك يا أستاذ محمد هذا صوتي نعم 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعم هذه لي أنا قصيدة لي هذا وصوتي نعم نعم قلت لك بالإنشاد أنا الآن تقابلني في الاعتزال يا أستاذ هائل يعني اللاعب لما يكبر وما عاد بقى يعني لا 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 أنا تقصد بسؤالي تقصدت بسؤالي لكي يعرف الجمهور أن هذا هو صوتك يعني أنا أعلم أنه صوتك لا لا لا. ولكن أريد الجمهور أن يعرف هذا صوتك الجميل الرائع الذي بالفعل يدخل إلى القلب نعم بالفعل لهذا هذه الأبيات سمعتها فبكيت عليها أول مرة سمعتها من مرشد حلبي فأعجبتني فحفظتها منذ أن كنت طفلا يعني أنا لسه شباب مراهق أنا حفظت هذه القصيدة وأحبها وهي ابتهال وكلما يعني أنا كنت هنا أبكي هذا كان ذكر وكنت أبكي في هذه القصيدة وعندما أناجي والله يا أستاذ هائل يعني بلا غرور نحن على بساط مائدة الله العظيم إن شاء الله والله عندما أمدح أحس أنه ما في حجب أبدا ولا حاجز مباشرة يعني على الهواء مباشرة مع الحضر اتصال نعم اتصال مباشر يعني أبدا اتصال مباشر يعني هذا يقيني وحسن ظني بالله سبحانه وتعالى وأنا هو يقبلني ما يقبلني الله له المشيئة المطلقة وأنا أبصم لك بالعشرة على أن هذا هو صدق نابع من من العقيدة من العقيدة والتواصل دائما المناجات ليس لها حاجب أو حدود بينها وبين الله سبحانه وتعالى نعم. الأذكار أيضا يعني. نحن نعلم ذلك بأن الأمور كلها مفتوحة تماما فتح رباني كما يقال يعني فتح رباني وهذا حقيقة يعني ما بين الإنسان المنشد أو الإنسان الذي يعني يخرج منه الأذكار والمناجات الحقيقية بصدق يتصل إلى الله بصدق هذا لا غبار عليه ولكن هنا أستاذ عدنان يعني أود أن أسألك يعني أنا أتذكر تمام بأن الأذكار هي مرتبطة بالابتهالات
مرتبطة بكل شيء. يعني أحيانا ذكر النقشبندي أحيانا ذكر هو ممكن يكون صامت ولكن يخضع إلى المقامات. الذكر الجيلاني أو الذكر القادري، الذكر الرفاعي، المولوية، كلها تخضع إلى المقامات، أليس كذلك؟ طبعا هو الإنشاد الديني على الأغلب لا يقلد بعض الأغاني، ربما بعض الموجات المتأخرة صاروا يقلدوا أغاني واستهجنتها الناس. الإنشاد الديني له مقام خاص، يعني تعرف لما تسمع أنه هذا إنشاد ديني له مقام خاص. نعم، يعني وحتى في عندك المقامات وفي عندك القصائد، يعني القصائد يعني اللي يميلوا لها الذاكرين طربا، وربما أحيانا يثيرهم الوجد رقصا أيضا، يعني في بعض الطرق الصوفية أيضا هم يرقصون كما أقول لك. فأكيد يعني هم يختارون، وهذه متناقلة أستاذي من الأثر. يعني مثلا بعض القصائد ما نعرف منه كاتبها ولا منه ملحنها، لكن توارثتها الأجيال ربما من 500 600 سنة 700 سنة، ربما من العصر الأموي العباسي أو حتى من العصر العثماني، يعني وهكذا. فمتداول هذه القصائد جميلة، وهي مقامات كأن يعني الإشاد الديني تماما كقراءات في القرآن. يعني هسه لا يجوز تلحين القرآن إلا وفق مثلا منظومة معينة. أي إضافة لقراءة القرآن ربما تخرجها عن القراءة. فالإشاد الديني أيضا له طابع خاص، يعني لا أستطيع أن أقول مقدس لا، لكن طابع خاص. يعني عندما تكون القصيدة الدينية على شكل أغنية، وهذه الأغنية يعني مستباحة من الجهات الأخرى، الناس لا تحب هذا. يعني فيجب أن يبقى الإنشاد الديني في إطاره الجميل الخاص، يعني خصوصية الإنشاد الديني. نعم يعني هل الإنشاد الديني يخضع إلى معايير؟ هل يخضع إلى معايير الإنشاد الديني؟ يجب التقيد به تماما لكي لا يخرج عن الإطار العام. لا طبعا، أول معيار هو الذوق العام. يعني الناس عندما لا تنسجم مع هذا خلاص بدك تغيره. يعني أنا كثير مثلا عند بعض القصائد الناس تحبها، بعض القصائد يعني الناس عادي ما تتفاعل معها. يعني مثلا كثير ناس عندما كنا نقرأ الموالد وكنا نقيم الذكر، في قصيدة مثلا بثير الحاضرين كلهم، يعني وجدانيا يثور. والله أنا كنت في أحد الموالد، يعني وأنا قلت لك أستاذي قبل المرة ربما أو ما أتذكر، في الموالد كنت أنتقي الكلمات اللي ما فيها مبالغ، ما فيها شطح، ما فيها نقص. يعني كنت أختارها بحيث أنه السامعين ما بيعترضوا علينا. يعني ربما ندخل يعني قليلا يعني في هذه الجزئية باختلافات. لنقول على سبيل المثال الإنشاد الديني يعني معترض عليه، هو مسار تشكيك. يعني بعض الناس يقولون يا أخي هذه لا تجوز، مو الابتهالات أو الإنشاد الديني، لا يعني مثلا اعتراض على طريقة الذكر في الرفاعي ولا القادري ولا النقشبندي وكذا. فأنا حتى بالموالد آخر فترة تعرضنا للتيار السلفي أنه أخي الموالد بدعة. ففي كان صديق إلي يقول لصديق له سلفي يقول له مشيت نحضر المولد، قال له لا المولد بدعة أنا ما أحضره. قال له طيب امشي معاه يسمعها الشيخ، إذا بي عليك ملاحظة أقول. فأنا مالي خبر هذا الموضوع، فكنت أقرأ المولد، خلصت المولد. بعد ما خلصت قال الصديق وقال له أعطيني عليه ملاحظات، قال لي والله أنا شوف يعني هذا المولد بالذات إذا كان هيك فأنا راضي. يعني هو سلفي طبعا. ليش؟ لأن اخترنا إحنا الكلمات، اخترنا السيرة النبوية الصادقة الصافية، مدحنا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ما شطحنا ولا عطلنا ولا أضفنا ولا بالغنا، انتقينا كلمات مناسبة ليس فيها إشكاليات. وبالتالي الإنشاد الديني له ضوابط، إذا لم يخلع له الضوابط تفلت. فبعض الناس يقول لك بدنا نروح نحضر المولد، فتروح تحضر المولد فما تلاقي في المولد غير مدح شيخه، حتى سيرة النبي ما حد يجي عليه. فلذلك يعني نحن نعثر، أنا أحد الناس أقول الآن، وفي ربما يسمع هذا الكلام الكثير في المستقبل، أقول إذا أردت أن تنشد وتمدح فامدح المصطفى وأهل بيته، وامدح من هم أهل للمدح، ولا تضف على ذلك. تمدح شيخك ما عليش، تمدح جدك ما عليش، امدح بيتك، أما ليس على شكل مولد. قول والله أنا أريد أعمل
عيد ميلاد أبوي، عيد ميلاد جدي، أما ما تقول أريد أعمل مولد وتروح تمدح شيخك أو تمدح مثلا جدك يعني على سبيل المثال. مع أنه أنا لا أعترض على هذا، أنا لو طلب مني مدحي جدي لمدحته، لكن في بيتي ولأولادي ولأحفادي مثلا، خصوصيتي خصوصياتي يعني خصوصياتي هاي. نعم. أما عندما أعمم هذا على الإطار العام يعني أتصور أنه لا يجب. فلذلك الإنشاد الديني يجب أن يكون له إطار، يجب أن يكون له ضوابط، يجب أن يخضع لمنظومة موسيقية، خلينا نقول في المقامات الموسيقية أو لألحان اللحن الخاص بالإنشاد الديني. هذا الحقيقة يعني ضابط من الضوابط التي يجب أن يخضع لها الإنشاد. أستاذ عدنان، يعني إذا عدنا إلى الوراء قليلا إلى الزمن الماضي الجميل، كان هناك شعوب عربية كثيرة وإسلامية كثيرة كانت تسمع إلى الابتهالات الدينية، إلى الأناشيد الدينية، كان لها يعني كانت الابتهالات والأناشيد الدينية لها عالمها الكبير المتسع لسماع هذه. لهذا كانت في بركة، كان في صدق، في محبة. إذا عدنا الوراء لخمسين سنة، يعني خمسين سنة تماما، هناك أصبح فرق شاسع ما بين الإصغاء وسماع الشيء الصادق، الشيء الحقيقي من الشيء، الأمور تتعلق بالأمور الدينية. اليوم الجيل بعيد جدا جدا عن هذا الزمن الجميل الرائع الذي كنا نحن نعيش به، وأيضا يعني تلقينا وسمعنا أجمل الأصوات والمنشدين والدعاء والمناجات، وكل شيء كان جميل وكان في بركة. اليوم هناك حاجز كبير ما بين الماضي وما بين الحاضر بالنسبة لموضوع الابتهالات الدينية. شو هو السبب أستاذ عدنان هذا التباعد لجيل لا بصراحة هو بعيد، قصرا أم غير قصرا لا أعلم، لماذا؟ ما هي الأسباب؟ هي دورة التاريخ أستاذ، دورة التاريخ. يعني التاريخ نفسه، الأمم نفسها تمر بمراحل قوة ثم ضعف ثم انحطاط ثم زوال ثم تجديد ثم عودة دول أخرى. يعني الابتهال الديني كالتاريخ تماما، يعني يمر بفترات زهو وربما ضعف وربما ضمور، لكن سيعود لا محالة. لا سيعود. يعني من الذي يعيده؟ يعيده أمران. أولا الطبقة أو النخبة أو الطبقة المنشدة أو التي تقدم هذا العمل، والشيء الثاني هو الجيل. الجيل طبعا لا شك بأنه في هذا الوقت يعني ربما الفراغ يعني تعرض إلى تفريغ لطاقات يعني نورانية جميلة، الابتعاد عنه. ربما التقنية والتكنولوجيا أحد أسباب، رغم أنه يعني المديح والإنشاد الديني دخل في التكنولوجيا أيضا بشكل واسع، لكن انشغال الشباب ربما خلينا نقول بوسائل السوشيال ميديا، الإعلام، اليوتيوب والفيسبوك والبوبجي وغيره، يعني ربما أصبح وقتهم يصرف أكثر على هذا. هذا أولا بالنسبة للوقت الحاضر. أما في الزمن الماضي الحقيقة أستاذي الكريم بمقولة جميلة حلوة، يعني تقول إذا فسد المريد أصلحه الشيخ، وإذا فسد الشيخ أصلحه المريد. يعني كانت في علاقة جدلية أو علاقة تبادلية ما بين يعني صحيح. الشيخ يستحي من المريد والمريد يستحي من الشيخ. فاليوم والله لا المريد زين ولا الشيخ مظبوط، يعني فالاثنين خربانين. للأسف الشديد أستاذ عدنان، أنا أريد تفضل أكمل. ربما فقدنا القدوة، القدوة طبعا هذا سببه، كان سببه ترى الزمن، يعني شكل الزمن أو النمط اللي كان يعيش بالناس في ذلك الوقت، يعني ناس متفرغين. وعلى الأغلب يعني عندك مثلا في المناطق الزراعية، لأنه الإنسان في وقت طويل يزرع ويقعد بالبيت 8 أشهر يستنى الحنطة تطلع مثلا على سبيل المثال. فكان في وقت وكانت المجالس مدارس، كان في مضافات وكان في منشدين، كانت الناس تستمع. ربما كان ذلك طابع الزمن نفسه، هو هذا الموضوع كان هو طابع الزمن الذي يفرض نفسه. قلت هذه الظواهر قلت وانعدمت ربما. أما
أما أنه لا يوجد يوجد. يعني الآن مثلا على سبيل المثال لو إحنا هنا في إزمير نفسها لو رحنا زرنا مجالس الذكر لقلت الله أكبر لك وين كانوا هذول المغبيين؟ إحنا وين ما لنا خبرهم؟ إحنا المنقطعين عنهم في مجالس ذكر، في مداحين، في مرشدين، في قصائد طيبة جميلة جدا، ولذلك بتصوري أنه موجود، هو موجود، لكن قد لا يكون إحنا نحن كلاجئين سوريين فقدنا هذه الميزة، لأنه ما في تكايا، ما في زوايا، الناس مشغولة في أعمالها، الناس متباعدة، يعني لحتى الواحد يروح يسرع الواحد بده 4-5 ساعات باصات وغيره وغيره. فظروف الحياة الآن حقيقة صارت عائق أمام هذا التوافق اللي أنت تتكلم عنه. يا ريت أستاذ عدنان لو نأخذ فاصل إنشادي إن شاء الله كي نسمع الجمهور على المزيد من الإنشاد الديني أو الاجتهاد الديني الخاصة بك أستاذ عدنان، تفضل. إن بالحبيب محمد وذويه إن الهيا بحبه يرضيه إن بالحبيب محمد وذويه إن الهيا بحبه يرضيه إن مات جسمك فالهوى يحييه إن مات جسمك فحب محمد يحييه جسد تمكن حب أحمد فيه الله إن الأرض لا تبليه جسد تمكن حب محمد Yeah.
أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأويه. الله يسلم هالتم ما شاء الله على هذا الصوت، الصوت بالفعل الشجيع النابع من القلب والوجدان والوجدان. نعم العصر الذهبي، هذا اللي انا بدي يعني بدي ادخل بتفاصيله يعني استاذ عدنان، يعني حبذا لو انه اعطينا فكره، لانه الجيل اليوم يفتقد الى المعلومه، يفتقد الى العصر الذهبي الذي كان يعيشه اجدادنا، وايضا نحن في اخر مراحل عشنا يعني في اخر مراحله. يعني بالتالي السؤال، هل هي التكنولوجيا التي تقدمت وتطورت والسوشيال ميديا اثرت على الجيل بحيث انه ابعدته عن هذه الاصاله والعراقه؟ هي مرحليه يعني ليست دائمه. ربما بعض السوشيال ميديا والتقنيه والتكنولوجيا ايضا اعادت الى الذاكره، اعادت الى الجيل ايضا اشياء جديده اخرى، لكن الاغراءات، الانسان امام اغراءات. يعني لما الانسان يفوت على اليوتيوب يشوف مثلا ما يسر خاطره في الجانب الدنيوي، اكيد ما راح يتفضل الجانب الوجداني. يعني الفراغ الروحي اللي حصل في الامه في الشباب في الجيل اكيد اثر، لكن هو مرحله. على كل الناس ستعود أستاذ الكريم، والله ستعود الناس إلى الأصالة، لأنه لا يصح إلا الصحيح. بالمحصلة الإنسان يتعب بالمحصلة. يعني أنا مثلا كثير ناس ألتقي بهم أقول هؤلاء، على سبيل المثال بالطباع الأول أقول هؤلاء يعني بعيدين عن الدين مثلا، أرى أنهم متدينون أفضل مني يعني حقيقة يعني، ومحبين وكذا. فهذه ربما موضة غفلة يعني ستعود إن شاء الله تعالى، تعود بهمتكم، همتنا، همة الطيبين الأخيار، بهمة الناس العاملين المخلصين الجادين لحبوا دينهم. طبعا بالمحصلة أستاذ الكريم أنه يعني هي دورة حياة كما قلت، دورة تاريخ ليس لها يعني تبرير آخر. نعم. كل شيء سيعود إلى مجراه. شوف. ربما هي حالة نسبية، مبدئيا حالة نسبية موجودة يعني، لكن على الأقل القليل يعني إن شاء الله. يعني الظروف اللي تعرض لها المجتمع أستاذ هائل ليست قليلة، والله العظيم ليست قليلة. يعني نعم. الإنشاد الديني على الأقل يحتاج إلى استقرار أمني، استقرار اجتماعي، يحتاج إلى يعني هدوء، يحتاج إلى صبر، إلى وقت. فالإنسان في يعني موجة العمل هذه، خلينا نقول في غمرة العمل هذه،
حتى مو فاضي مسكين يعني، لا الكاتب فاضي ولا الملحن ولا المنشد ولا المنشد ولا المجتمع يعني، الناس كلها يعني في غمرة الحياة هذه سائرين يعني يبحثون عن لقمة العيش. الإنشاد الديني يحتاج إلى نوع من السكينة، من الغنى، مو الغنى المال يعني، غنى النفس، الثقة وهكذا. فلا لا تؤثر السوشيال ميديا يعني، هي سبب من الأسباب، أسباب أخرى كثيرة يعني. عندما يستقر الوطن يكون العطاءات أكبر يعني على جميع المستويات يعني. أنا مرات أفكر، مرات أفكر أستاذ، إنه عندما نذهب إلى قونق أو أي منطقة يعني في البحر كذا، بنشوف فرقة موسيقية تم حولها الناس عم يعزفوا موسيقى ربما بأسلوب أقل من اللي بيسمعوه يعني، والناس ملتمة حولهم ومتحلقة حولهم. أقول لو كان في إنشاد ديني، والله العظيم أنا مرات أسأل حالي السؤال، أقول لو كان بفرقة إنشاد ديني قاضبين كفوف وخلي معهم آلات موسيقية كما ما في مشكلة وينشدون ابتهالات لله، والله ستجد الناس هناك. نعم نعم، أنا أؤيد أؤيد كلامك 100%. نعم نعم سعد، نعم نعم، تجذب بالقلب، أنها من القلب خارجة. نعم يعني، وبالأخص ذكر الله، وإذا ذكر الله يعني، إذا ذكر الله، الله سبحانه وتعالى ينزل السكينة. نعم، ينزل السكينة، تنزل تتغشى الملائكة إذا ذكر. لذلك يعني ذكر الله مش مسألة بيدنا إحنا، نحن لا نستطيع أن نستجلب الملائكة، نحن نستطيع أن نذكر الله، لكن الله ينزل السكينة إذا علم منا الصدق والإخلاص في هذا المجال. نعم أستاذ عدنان، بدي أدخل كمان بسؤال يعني، يعني أنا نريد أن ندخل بشفافية بالنسبة لمواضيعنا اللي هي بعمق الجيل. هذا الذي نتناوله هو جزء من 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 عمق جيل كبير جدا تأسس، هذا هذه الأصالة تأسست والعراق. هل الإعلام العربي كان أحد الأسباب تراجع الجيل عن هذا المنبر الابتهالات الدينية؟ لأن الإعلام العربي كان دائما يقاوم هذا 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 الطريق أو هذا المنهج. لماذا كان يعتبره، الأنظمة كانت تعتبره عبارة عن انفتاح فكري ديني، تربية لإنشاء فرق موت إن صح التعبير، وهي ليست كذلك تماما. ولكن الإعلام العربي هو الذي أبعد، وكان أنا أعتقد بأنه كان سبب كبير جدا جدا بعدم انتشار هذه الأناشيد والابتهالات في الوقت المعاصر. أنا أقول السبب هو مفتعل لأسباب لن تدخل بالسياسة، ولكن كل شيء يدخل بالسياسة، لا شيء لا يدخل بالسياسة. ولكن أنا لا أريد أن أقرب على السياسة، ولكن أعتقد بأن الأنظمة العربية والإعلام العربي كان ضاربا بعرض الحائط تلك الأصالة والعراقة التي تمتد من زمننا الجميل إلى الآن. بالنسبة لما يخص الابتهالات الدينية، أنا أعلم بأنها كانت قبل قدوم الأنظمة في 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 بلدنا، كانت هناك بالفعل، كان في فرق، كان في ابتهالات، كان في تجمعات، كان في شيء أذكار رائعة بالجوامع. ولكن عندما قدم كانت الجوامع مراقبة، الجوامع كانت منسية، ليست هناك عودة إلى كل شيء يخص التاريخ الإسلامي، التاريخ الديني. بالتالي الإعلام العربي وممثل بالدراما العربية اللي يسموها بالدراما العربية التي لا تأتي بأي شيء يخص هذا الجانب. هل شاهدت يوما ما أن هناك مسلسل يتحدث عن الابتهالات الدينية وعن المنشدين وعن حياة منشد؟ هل شاهدت في مرة من المرات فيلم قصير عن مجموعة تذكر عن مجموعة لها اسم كبير جدا في عالم الابتهالات الدينية؟ ليس هناك شيء. لماذا؟ هذا السؤال موجه لك أستاذ عدنان، تفضل. والله أستاذي نحن لا نتدخل بالسياسة، السياسة تتدخل بنا. نعم نعم سبحان الله. يعني نعم، فيعني الأنظمة السياسية أستاذ الكريم هي تختار التيار الديني المناسب في الخط الموازي لها. يعني لا تستطيع أن تغفل التيار الديني، الأنظمة السياسية كمصلحة هي تختار مثلا الفئة المناسبة. ربما يكون الإنشاد الديني في مرحلة يخدم ظروفه أو يخدم النظام نفسه، وبالتالي يصطفي من هذه، خلينا نقول من هذا القطاع، هذا المضمار يعني، لنقول إنشاد الدين على سبيل المثال. في ذلك الوقت كانت توفر ربما يعني في
ايديولوجيتها السياسيه او استراتيجيتها يعني هكذا نقول، او ربما كان يعني في ذلك الوقت يعني قبل هذا الوقت يعني ربما كان الواقع السياسي بتصوري كان يعني هكذا منظومته يعني يعني اما ان الاعلام العربي يعني لم يكرس لظاهرة الإنشاد الديني حضوره، يعني بتصوري لا، يعني الإعلام العربي كان دائما يعني في رمضان في المناسبات الدينية بيستخدم الفراق وبيعطي الإنشاد حقه، لكن الجيل تفرغ حقيقة في الزمن الجميل. في الزمن الجميل أنا أتحدث عن الإعلام العربي ما بعد الزمن الجميل الذي كان هناك التلفزيون. هذا أقصده يعني هذا. أما عند نشوء التلفزيون في الستينيات سنعلم نحن ذلك كان هناك ما. ولكن سؤالي قبل الأخير، ما هي الآلات الموسيقية التي تعرف في هذا المجال؟ هل هي آلة واحدة آلتان؟ ما هي الآلات؟ ممكن أن نسميهما أو نضع لها تسمية؟ الدف مثلاً، غير الدف مثلاً. يعني بعض الدول عندك المغرب مثلا على سبيل المثال، عندك تركيا على سبيل المثال، لا تتحرج من موضوع الآلات الموسيقية العود والدف، لا تتحرج منه في الإنشاد الديني، وأنا أيضا لا أتحرج منه. يعني لو كان الآن لدي فرقة تعزف على العود وعلى الدف فقط، وهذا يعني الحقيقة لا يفسد الذوق أبدا، بالعكس يزيد المجلس حضورا يعني، هذا ممكن. أما آلات أخرى لا، ما أعتقد تجوز أصلا، لا تجوز. وأعتقد كمان يعني الذوق العام للمستمعين ما بيتقبلوا يعني سوى هالآلتين فقط. عندك الناي ممكن أيضا يعني يدخل في الإنشاد الديني، العود، الكمان ممكن أيضا بشكل. أما كفرقة موسيقية يعني من كل الآلات الموسيقية في الإنشاد الديني يحصل فقط في الجزائر، في المغرب العربي، في بعض الدول. أما الطابع العام المشايخ الصوفية لا يقبلوا سوى الدف كآلة يعني ترافق الإنشاد. طبعا في عندك بعض الفرق أو بعض الطرق تستعمل الجاز صنج بيستعملوه مع الدكتور، طيب يعني أنا أحبذه يعني جميل يعني له واقع. كما قلت لك أستاذ يعني هي ليست من العقائد، الإنشاد الديني ليس عقيدة، الإنشاد الديني عبارة عن حاجة ترفيهية من أعباء العمل يحتاجها الإنسان يعني بشكل طبيعي. يعني أنا بالنسبة لي روحي تحتاج إلى الموسيقى، طيب أنا إذا استمع الموسيقى والموسيقى في ديننا محرمة، فإذا ما هو البديل؟ البديل هو الإنشاد الديني. إذا لم يكن الإنشاد الديني جميل جدا بمستوى أن يرضي ذوقي كالأغنية، يعني كمان مرة أخرى يصير في ثقل، فيجب أن يكون الإنشاد الديني ممتع أكثر من الأغنية. ولذلك أنا الواحد من الناس ما أقدر أستمع أي إنشاد ما أقدر أستمعه، يعني بدي إنشاد يعني يهزني، يحركني، يخليني هذا المقصود. نعم. أجنح في خيالي. فأتصور يعني انه الانشاد يجب ان يكون اجمل، ويجب ان يتعب عليه اكثر ان شاء الله، وان يختار وينتقى بعنايه، وان يقدم باجمل صوره. انا لا اعرف لماذا دائما اسال نفسي هذا السؤال، يعني ليش احنا كمسلمين مثلا دائما اقل الناس يعني حضورا في المجال الفني؟ يعني تجد أي عمل فني يعني يصرف عليه ملايين دولارات حتى ربما من أجل مسلسل مثلا، يعني مو مسلسل، من أجل برنامج مثل أي برنامج آخر. إحنا ليش إحنا المسلمين نقبل بأي شكل من الأشكال؟ يعني جماعة دراويش وقاعدين في الله مكان، وكل واحد صوت، وكل واحد يضرب على الدف شكل. طيب إحنا ليش ما عندنا هالكورال اللي مجموع مثلا من 20 واحد أو 30 واحد وكلهم مختصين بالعزف على الدف، كلهم أصواتهم جميلة، كلهم يعرفون بالمقامات؟ اسمح لي جاوبك. تفضل. لأنه فضل. إعلامنا العربي موجه من طرف الآخر لأن نقلد الطرف الآخر فقط تماما، نحن كالآلة نوجه بأي الاتجاه
كيف ما يشاء الآخرون يشاء الآخرون أو لا أريد أن أتطرق إلى العمق أكثر، ولكن أريد استاذ قبل أن نختم هذه الحلقة أن توجه رسالة ثم تسمعنا بعض الأناشيد التركية التي أنت تحفظها جدا مع الدف بصوتك أنت استاذ عدنان نختم بها، ولكن رسالة أخيرة إلى الجيل، إلى عودة الجيل إلى ما هو كنز، إلى ما هو إرث ديني تاريخي. هذا إرث استاذ عدنان، أنت تعلم الابتهالات والإنشاد الديني هو إرث أيضا يجب أن نتوارثه جيل عن جيل لكي تبقى الذاكرة متيقدة دائما. الروحانيات يجب أن تكون موجودة لدينا. تفضل سعد. والله أنا لست من أنصار أهل الأوامر. يعني شلون؟ يعني أنا ما أقول للناس مثلا استمعوا وعودوا، ما أقول له هالكلام هذا. أنا من أنصار مسألة أخرى عملية أكثر. أخي أنا بدي هالجيل هذا يعني يعود لأصالته، إذن أنا يجب أن أبدأ بقيام، خلينا نقول كورال أو مجموعة منشدين، وأي مناسبة عرس ولا مولد ولا مناسبة دينية ندخل فيها منسمع الناس شيء جميل. نحن والله إن لم نقدم الأجمل لن يستمع لنا أحد. فإحنا نحن إذا كنا نبادر، إذا نبادر نحن بصناعة هذا الإنشاد، وقلت لك ترى الإنشاد ما ممكن يكون مفرغ، يعني ما نقدر إحنا والله نجيب كلام وجمال بالصوت، هذا يحتاج إلى يعني خلينا نسميه فوران، يعني يفور الوجدان بالتعلق بالإله. قلت هذه الكلمات، قلت لك هذه الكلمات التي أنتقيها أتحسسها، يعني أعيشها، بحسها أنه جزء مني حتى أقدمها فالناس تتفاعل به. الإنشاد يحتاج إلى صدق وأخلاص. فأنا أقول للجيل حتى يعود لابد أن نبادر نحن بإنشاء خلينا نقول مجموعة يعني تكون أصواتها جميلة، بيتعبوا على حالهم شوية، بيتدربوا مظبوط. يعني في أنا فترة، آخر فترة من فترات العصر الذهبي تبع الإنشاد الفرقة تبعي، كنت أقول لهم شوفوا تقولكم شغلة، أقول للفرقة تبسبس بناتنا ما في، حدا يوشوشني ما في، تلعب بصبعك ما في، تغير الميكروفون ما في، لازم أول ما تقعد بتحسس المستمع أنك أنت مبرمج، ما بيشوف منك أي حركة زائدة، ما تخبرني حتى لو تذكرت شيء لا تخبرني، اتركني أسترسل حتى لو أخطأ، يعني خلي الموضوع يبين. فكنا ننشد ساعة كاملة ما بين قراءة القرآن والمولد والدعاء، ولا أحد من الحضور يحس أنه إحنا فرقة، كانت تمشي الأمور هيك يعني باتفاق شديد. طبعا عندك فرق حاليا أنا شاهدت يعني فرق حقيقة بهذا المستوى، فرقة أبو شعر، وفي فرق أخرى أنا لا أحفظ الأسماء، منشدين كثير الحقيقة يقعدوا يعني لما بيقعدوا ما بتحس إنه جماعة تعبانين على حالهم، هذولا يعني مدربين مظبوط، يعني أخذين حقهم من حتى الملاحظات البسيطة، كل واحد إيمت يجي دوره، كل واحد إيمت يستلم إيمت يسلم. فبتصوري إنه لازم يكون الإنشاد هكذا راقي متعوب عليه موظف. نعم. توظيف صحيح. نعم. بهذا نعم. الشكل يعود الجيل لحاله أوتوماتيكيا، إحنا ما نقدر نرجع الجيل غصبا عنه. أنا من أنصار إنك أنت لحتى تفرض شخصيتك وقدوتك على الناس كن صادقا، بس أنا ابني يقلدني، فأنا لما يدق الباب إنسان وأقول له قل له بابا مو بالبيت، أنا عم بغرس عنده فضيلة الكذب إذا سميناها فضيلة، أو رذيلة الكذب مثلا، أو ثقافة الكذب. فإحنا ما نقدر نقول للناس، أنا أحب الأوامر، أنا أقول إذا أردت أن تكون قدوة فاعمل بصدق، الناس ستقتدي بك لا محالة. فلذلك مثلا واحد يقول بدنا يعني نخلي الناس وطنيين مثلا على سبيل المثال، وبدنا نرجع الناس لمفهوم المواطنة أو لممارسة المواطنة. أخي الكريم، المواطنة إيش هي؟ الوطن مو تراب، الوطن رزق، الوطن ذكريات، الوطن أحلامك وأمانيك اللي عشتها. فأنا لحتى أعيش في الوطن محتاج إلى يعني كما قال الله تعالى أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أنا بدي وطن أعيش فيه بأمان وبلقمة طيبة هنية،
هذا هو الوطن. فأنا ما بدي أشرح كثير عن الوطنية. نعم. لا أنا أمارس الوطن. تعال أخي خذ لك بيت سيارة، خذ لك معاش وإلك حقوق وعليك واجبات، هذا هو الوطن. نعم. أيضا يعني في هذا المثال إذا قسنا على الإشهاد الديني، أنا ما أقدر أقول الجيل اختفى وتغيب ومورس عليه ومثلا انسحر بالدنيا وفي السوشيال ميديا. طيب أنا مسؤول إني أجيب بديل عن هذا، فإني أنا أكون أصدر فرقة إنشاد ديني بدون ما أفرض نفسي، مجرد إني أعرض نفسي، إذا حبها الناس هم سيقبلون أوتوماتيكيا إلى هذا المجال أو هذا المضمار. تمام سعد مان. طبعا قبل فقرة الإنشاد الذي سوف تقدمه، أيضا أقول أنا كان في هناك فكرة قبل بداية البرنامج كنت سوف أتحدث معك بها، بأن سوف نؤسس إن شاء الله فريق إن شاء الله من المنشدين، وسوف يكون لنا حلقة متواصلة في الإجام تي في مخصصة لكم أنت والمجموعة الذي إن شاء الله سوف تؤسسها أو نؤسسها معا إن شاء الله، لكي نجعل هذا على دوام. كما قلت نحن يجب أن خلينا نجعل دائما مشتعل، كل شيء في فضيلة يجب أن يكون هناك في اشتعال، في حركة دائما، لا يكون في ثبات، في حركة دائما، في حركة. بالتالي الذي يحركك، ما هو الذي يحركك؟ هو الهواء الدافئ، النسائم الروحانية الذي تدفعك لأن تبدع أكثر وأن تسير بصدق أكثر. دائما كما تقول الموسيقى، نعم الموسيقى هي بالفعل روح، هي تعطيك دفع قوي جدا جدا لأنك تصنع الشر، لا تصنع الخير، لأن الموسيقى هي خير. نعم. ليست هي شر، معادلة واحدة. نريد منك أستاذ عدنان أن تسمعنا بعد إذنك المقطع التركي على الطريقة الماردينية مع الدف لو سمحت. سردم سني ما عدما جانان دي سردم سني ما عدما جانان دي سردم bir ben değil alam sana hayvan diye sevdim sevdim seni mağduma canan diye sevdim sevdim seni mağduma canan diye sevdim bir ben değil alam sana هيران دي سردم إن كنت بالأفراح ناحيد جل أتراح إن كنت بالأفراح ناحيد جل أتراح فاشرب بكاس الراح راحة رمضانية سردم سني ما جانان دي سردم بير من ديلا لم سنام حيران دي سردم. الله 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 سعدنان، جزاك الله كل خير إن شاء الله. الصوت أولا وعلى هذه الحلقة، دائما أنا أستمتع معك أستاذ عدنان. للذكر للمشاهدين لأخذ العلم بأن الأستاذ محمد عدنان الحامدي هو عضو مؤسس في جمعية أو مؤسس تطوير اللاجئ وحقوقه في مدينة أزمير، وهو عضو أيضا فعال في هذه المؤسسة. إن شاء الله بإذن تعالى نعمل منذ سنوات نحن مع بعض إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ عدنان، لنا لقاءات أخرى إن شاء الله معك في رمضان طبعا كما قلت، مع ربما يكون لدينا فرقة مصغرة لهذا الإنشاد الديني إن شاء الله بإذن تعالى. شكرا جزيلا إن شاء الله، ما كان بالتوفيق إن شاء الله. إلى اللقاء. حياكم.